الدرجة الأولى بما يحدث اليوم في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني. فتم اقتراح الكثير والعديد من المقترحات، على سبيل المثال إنشاء صندوق لدعم تبرعات لتقديمها للمرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني والشاب الفلسطيني. كنا إحنا لجنة متنوعة اجتماعية، فاليوم المرأة الفلسطينية ليست فقط بحاجة لبيانات أو يعني حبر كلام عن الحبر على ورق، وإنما هي بحاجة إلى اليوم دعم. لا تستطيع هي اليوم أن يعني تمارس أبسط احتياجاتها اليومية.